وهذا نائب كاتب وطني الناشط الديمقراطي، كيفاش كتعلقوا على حصول خديجه الرياضي على هذه الجائزه الامميه؟ تحيه لكم، هذه واحد التحيه لكل شيء عارف بان هذه جائزه مهمه من مستوى رفع اللي تتسلمها الامم المتحده كل 5 سنوات. حنا في الناشط الديمقراطي طبعا استقبلنا هذا الحدث بابتهاج وسرور كبيرين. حنا كنعتبروا بان هذا التتويج هو للرفيقه خديجه الرياضي، وهو ايضا تكريم وتتويج للمراه المناضله بصفه خاصه، وللحركه النسائيه التقدميه بصفه عامه، وايضا تكريم للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشكل خاص، وتكريم للحركة الحقوقية بشكل عام، وهو أيضا نعتبره تكريم للنهج الديمقراطي، لأن الرفيقة هي من المؤسسات، وهذا معروف، من المؤسسات ديال النهج، وتحملت مسؤولية قيادية في النهج، وهي الآن بعد انتهاء يعني الولايه ديالها في الجمعيه هي عضوه ديال الكتابه الوطنيه للنهج الديمقراطي. نبغي نضيف ايضا بان التتويج هو تتويج للحركه الديمقراطيه ككل، ولكل الروافد ديالها الحقوقيه والسياسيه والجمعويه والنقابيه. ونبغي نقول في الاخير بان رفيقه خديجه الرياضي هي جسدت المسار الميرالي ديالها، ما كنا ندعو اليه دائما، ولا زلنا في النهج الديمقراطي بضرورات وحرف يكون يومي، ولكن بربط سياسي ما بين العمل السياسي التنظيمي والعمل يعني في المنظمات الجماهيريه. شكرا.